العودة التدريجية التي أقر عنها، هل يعني كيف ستكون بالنسبة لكم؟ هل ستكون صعبة؟ هل ستكون مرنة؟ هل ستكون كيف؟ حدثنا عن هي صعبة لأنه المواطن إلى تي بونوتيزي يعني دوبي لطوم بليفي ميدياتيك نتاع الجائحة هذه باش تخرجوا وتقنعوا باش يخرج ويلتزم بالإجراءات الوقائية ماهوش بالأمر السهل. نعم باسكو تو ديزابيتود قاع تبدلوا يعني تبدلوا ناس خايفة. كان لي قلت له روح باش تخدم ستان ريسبونسابل دونتربريز عندنا، قال لي ما نقدرش. قلت له علاش؟ قال لي يما خايفة وكان مخرج نجيب لها المرض للدار. نعم دوك الإعلام دور تاعو هنا باش نعاودوا نرجعوا للحياة الطبيعية وأن نتعايش ونتعامل مع هذا الوباء. لازم أن سوتيا مورال بلي في تاع لي ميديا هذو باش نقولوا راه نخدموا، ما نقولوش في ظروف عادية ولكن أخذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة. مثلا الإجراءات اللي أخذتهم الدولة خاصة تاع لابافات هذه ويكون متبوعة بقانون وقانون فيه عقوبة حاجة مليحة. جميل. لأنه قانون وكان ما يتبعوش بإجراء يعني عقابي ردعي ما يتزمش به. احنا لاسينتور سيكيورتي تاع السيارة كانت لصالح السائق بطبيعة الحال، ولكن وكان ما كانش عندها قانون دوك ولفناها بلا ما يقول لك البوليس ولفنا. هادو ديزابيتو لازم يبقوا معنا احنا. ومع هذه العودة سيد زحافي، هل يعني سيكون جل العمال أو كل العمال الذين كانوا يعملون في الورشات ورشات البناء هل سيعودون كلهم أم أنه لربما فيه على حسب الضرورة ولا حسب الحاجة؟ على حسب، ما تنساش لأنه لي موان ترونسبور ما عاودوش رجعوا لحد الآن، فوسيلة النقل هذه تلعب دور كبير باش احنا العمال راه معنا اضطرينا باش نوفر لهم السكن داخل. جميل. وكان وفرنا لهم سيارات. السلطات المحليه على مستوى الوالي ديليغي تاع باب الواد وهم مشكورين، عطاونا دي زوتوريزاسيون خاصه تراخيص تنقل بالنسبه لي زونكادور تاعنا، لانه اذا كان الوقت فاتو تاع العمل على الاقل يقدم الرخصه نتاعو، خاصه انه ماكوش مربوطين بوقت محدد انتم. طبعا كاين اللي راه يبات في الورشه وكاين اللي راه عنده لوتوريزاسيون هذه. حبيت الفكره اللي حبيت نوصلها انه باش تعاود ترجع الحياه الى مجراها الطبيعي راح يكون صعب، ماشي سهل. فلا بد من دعم الجميع، الاعلام من جهته والسلطات من جهتها، باش نعاودوا نستقبل. يجب ان نقف وقفه رجل واحد وان يعني لربما الايادي يجب ان تتكاتف من اجل مقاومه هذا الفيروس سواء صحيا او اقتصاديا. سيد محمود استاذ اسمح لي نكمل لك بهذه برك. جميل. الجائحه الازمه الاقتصاديه راي اخطر من الجائحه تاع الكورونا. سوف نحاول أن نتعايش سوف نحاول أن نتعايش مع هذه الأزمة ومع مخلفاتها سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.